القوات المسلحه الملكيه كتخوض واحد عمليه المناورات الاسد الافريقي الى جانب الجيش الامريكي ومجموعه من الدول. اعطيتينا هاد الاغنيه، هاد الاغنيه هذه في ايام كورونا. ايام كورونا اول اسبوع ديال كورونا، وكانك من خلالها تحيي القوات المسلحه طبعًا الملكيه طبعًا. بغيت نقول كل جنود الوطن. حدث قيمه هذا الحدث كتنظموا بلادنا في الصحراء المغربيه، شنو يمثل لك انت قبل ما تكون فنان مغربي، انت مواطن مغربي؟ انا كنقول في ثلاثه ديال الكلمات، الله ينصر سيدنا، الله ينصر بلادنا، والله يخلينا دائما في امن وامان، لان المغرب في هاد يعني ماشي نقول هاد 10 سنين الاخرى ولا دائما المغرب كيزدهر، ولكن مؤخرا المغرب اصبح حديث كل لسان في العالم بالانجازات ديالو، لا السياسيه ولا الرياضيه ولا الفنيه ولا كل شيء. كنقول الله الوطن المالك، والله ينصر سيدنا.